ما زلنا نتواصل معكم مشاهدينا الكرام من داخل هذه البورصة بمدينة أديس أبابا العاصمة الإثيوبية، آه هذه البورصة المخصصة لأسواق المحاصيل. أسعد كثيرا أن يكون معي الأستاذ مولانا أحمد محمد هارون والي ولاية شمال كردفان، وخصوصا وأنت ضمن هذا الوفد آه تشكل آه إضافة كبيرة جدا خصوصا أن ولاية شمال كردفان هي ولاية منتجة في أسواق المحاصيل. آه مولانا أحمد هارون يا ريت تحدثنا عن أهمية هذه البورصة، يمكن نحن استمعنا الآن لشرح وافي عن البورصة عن أسواق المحاصيل. ماذا يمكن أن تضيف البورصة إذا جاءت للسودان؟ خصوصًا أنه الأسعار ستكون مكشوفة معلومة للجميع. آه إنتاج بدون تسويق ما فيش فايدة. وتسويق داير إنتاج. يبقى البحث دومًا عن أفضل الفرص للمنتج و للمصدر وللأنشطة الأخرى التي يمكن أن تنشأ ما بين هذا وذاك وقفنا على التجربة من ناحية عملية شغالة كيف الأنظمة الحاكمة لها التشريعات المنظمة لها العلاقات بين مختلف الأطراف اللي صاحبة المصلحة في هذه العملية بدءا من المزارع انتهاء بالمصدر النهائي او المستخدم النهائي للسلعه. القصد هو بناء نظام كل يستفيد منه والكل يكون راضي بمخرجات هذه العمليه. فانا اعتقد انه نظام البورصه الالكترونيه بتوفر رضا لكل ها آه هذه السلسلة من الأطراف بدءا من أصغر مزارع لأكبر آه مستهلك لما ينتجه هذا المزارع عملية كلها بتتسم بالشفافية الافصاح الكامل أنا لقيت شنو؟ أنت لقيت شنو؟ داك لقى شنو؟ ووفقا لقواعد جيم متفق عليها آه مسبقا هذا جوهر هذه العملية التي حضرنا خصيصا للتعرف عليها ومعايشتها وهي تعمل بشكل عملي. نظام متطور حريصين على ادماجه في اقتصادنا لانه ده بيمثل هدف البرنامج الخماسي للاقتصاد السوداني، برنامج احلال الواردات إحلال الواردات وتعزيز الصادرات وهذا جوهر العملية طيب مولانا عايزين نتكلم بخصوصية أكبر عن ولاية شمال كردفان يعني ممكن تستفيد شنو ولاية شمال كردفان من هذه البورصة خصوصا في التسويق وخصوصا أن ولاية شمال كردفان منتجة لبعض المحاصيل المهمة حدثنا عن هذه المحاصيل المهمة ومدى الفائدة ولاية شمال كردفان طيب نحن عندنا محاصيل عندنا ميز تنافسية عالية فيها الصمغ العربي السمسم بانواع المختلفه الكركديه السنمك المزارع لمن يلقى ازعار ممتازه بالضروره هو حينتج اكثر لكن المزارع لو انتج اكثر والازعار دقه الوطن او دقه الدلجه زي ما بسموها ما بيكون عنده الدافعيه وما بيكون عنده الحماس تجاه الانتاج. النظام ده القصد الاساسي منه انه يشجع المنتجين على انه يلقوا افضل فرص التسويق. وايضا المتعاملين في هذه السلعه سواء كان ممثلين لشركات مصنعه او شركات وساطه برضو يلقوا افضل الازعار. العمليه كلها قائمه على الرضائيه. الوين وين سيتويشن لكل اطراف العمليه ده بيحقق الافصاح لانه هذا النظام من خلال الموبايل العادي ممكن او اي وسائط معرفه اخرى ونشر معلومات بتمكن المزارع القاعد في ابحراس يعرف الليله سعر السمسم في لندن كم وده عارض عليكم ببساطه شديد فهو رضائية العملية وإتاحة معلوماته هو اللي بيوصلنا للحافز للمنتج لأنه هو ينتج بكميات كبيرة بدون ما يكون خايف من هبوط الأسعار. فأنا أفتكر أنه النظام أيضاً عنده قيمة أخرى مضافة، بحقق العدالة لكل أطراف العملية. أي طرف لو حس في أنه في طرف ثاني بياكل عرقه ما حيكون راغب في الاستمرار في العمليه، دايرين نشجع مزارعنا الصغير، دايرين نشجع الناس اللي بيشتغلوا في المحاصيل، دايرين نشجع الناس اللي بيستفيدوا من هذه المحاصيل كمنتج نهائي. ويقضي حلقه المعلومات فيها واضحه ومرئيه للكاف. طيب مولانا سؤال اخير، البرنامج الأمامنا الان، برنامج البورصه، هل طبعا من ميزاته الكبيره جدا التسويق. هل ممكن ان تسوق المنتجات المحليه او يفيد البرنامج في المنتجات المحليه للتسويق الخارجي خصوصا انه ممكن يدخل عمله صعبه للسودان ويزيد من الاقتصاد السوداني؟ اصلا البورصه دي قايمه على محاصيل الصادر. بتنظمها وبتنظم التجاره فيها، وايضا بتنظم التجاره لاغراض الاستهلاك المحلي. بدون اي تضخيم. وبدون ما نسرق جهد بعض. وباحترامنا لمنهم بعض. وباحترامنا لجهد بعض. وبتقديرنا لجهد بعض بنصل للعلاقه الرضائيه ما بين المنتج والتاجر والمصنع. زي ما قلت لك ما في زول يحس بانه هو عرقه راح هدرا وما انا لمن انتج كثير بحس انه ده بيعمل علي اثار سالبه بانه العرض لمن يكتر أزعاري تقع الواطه. فهي عمليه بتنظم هذه العلاقه قطع شك بتحتاج لبعض السودنة ويحتاج لبعض التكيف مع واقعنا المحلي لكن في فريمات الاساسيه نظام بيحقق العداله بيحقق الرضا بيصنع الدافعيه لكل اطراف العمليه ما زال التواصل معكم مستمر مشاهدينا عبر سودانية 24، معنا الان الاستاذ مرغني صالح سيد احمد والي ولايه القضارف، استاذ مرغني السلام عليكم ورحمه الله في البدايه. يا ريت تحدثنا الان نحن في مقر البورصه في العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا وانت جيت ممثل لولايه القضارف، مدى الفائده التي يمكن ان تجنيها ولايه القضارف او نسميها ولايه السمسم؟ من هذه البورصة سواء في مجال التسويق للمحاصيل أو حتى سواء التسويق الداخلي أو الخارجي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والتحية عبرك لكل المشاهدين بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولنا يعني فضل الله تعالى جينا الصباح اليوم وقفنا على تجربة حقيقة جديرة بين الناس يعني يفعل عليها هي يعني التجربة دي قامت وتطورت من الصفر إحنا يعني في السودان عموما في ولاية القضارف يعني اسواق المحاصيل يعني عند عندنا ارث قوي جدا ممكن نبني عليه هذا التطور يعني. البورصه حقيقه يعني فيما شاهدنا وسمعنا ولمسنا، البورصه بتعمل نقله بدءا بالمنتج لانه انت بتعرض محصولك بتدرج وفقا لعمليات يعني علميه جدا المحصول الواحد بالدرج بدر لثلاث اربع اصناف كل صنف بقيمه ده بيحفز المنتج انه يكون حريص جدا انه محصوله ده يبقى منتج من الصنف الاول ما من الاول الثاني ما ممكن ينتج للصنف الثالث يعني حي يعني ده حيعيننا جدا في نقل التقانات وتجويد الانتاج بصوره كبيره جدا وده المكسب الاكبر عندنا الامر الثاني يعني يسهل على المزارع بيكون يعني عارف الاسعار العالميه والاسعار الداخليه، يبيع عن عن وعي كامل بسهوله ويسر من مكانه، ما بيتحرك يمشي على الاسواق. الشيء الأمر الثاني يعني كثير من الوسطاء في في النص بين المزارع والتاجر المجمع وبين المصدر، الاجسام تختفي، تجي اجسام بديله هي عباره عن جمعيات او تنظيمات يعني تسهل المساله وتختصر الزمن وتقلل الفاقد بالنسبه للمنتج وهذه فائده يعني ثانيه عظيمه جدا المساله الثالثه البورصة يعني بتخلي التداول في المحاصيل طوال يعني الناس ما قد ما, ما يحتاجوا يخزنوا مسافات طويلة جدا واحنا الان يعني عندنا محاصيل بتبيت لعام ثاني يعني المساله دي ان شاء الله تعالى بالبورصه بتختفي تماما يعني باذن الله تعالى في الفائده الثالثه يعني بخلي التداول مستمر وما في تكدس ما في يعني تبيت محصولك وده بجمد راس مال كبير جدا وبيحجز يعني يعني تداول كبير جدا ممكن ينعكس ايجابا على المجتمع كله في شكل خدمات في شكل في شكل، الامر الرابع انت كبايع بتضمن انه الحساب يعني انت متى ما اتفقت الرصيد ينزل في حسابك لبسهل على الدوله انها تاخذ يعني مستحقاتها اذا كان من ضرائب او رسوم بطريقه سهله وميسره وبيختصر زمن كذلك يعني اذا يعني المساله بتزيد الانتاجيه الانتاج والانتاجيه بيزيد العائد على الخدمات بالنسبه للدوله بيعمل حراك كبير جدا حراك اقتصادي كبير جدا بينعكس ايجابا على المجتمع كله عشان كده احنا نفتكر انه <applause> احنا الان يعني قادرين باذن الله يعني تعالى فتره وجيزه يعني نتكي على عرسنا على ارثنا ونقفز بال 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 بالتجربه طوالي لاخر الل 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 الصور اللي بنعمل بها البورصه وخاصه احنا عندنا شركات بتاعه اتصالات وعندنا يعني متقدمه على على غيرها فاحنا مؤهلين يعني اذا كان بتجربتنا وتاريخنا وارثنا ولا اذا كان بوصايتنا الممكن تعيننا على <تغمتها> طيب استاذ برغر يعني انت ذكرت آه انه او في حد من خلال حديثك انك انت متحمس جدا للفكره طبعا. آه طيب من آه بصراحه يعني آه اذا جبنا نظام مستحدث الان مباشره للسوق السوداني او للقدارف او للسودان عموما للبورصه دي اكيد حتكون في مشكلات في البدايه تقبل التجار، تقبل المنتجين، تقبل المزارعين لهذا النظام. آه في رايك كيف ممكن في اسرع وقت ممكن انه ندخل النظام ويتقبلوا كل الذين ذكرناهم؟ انا افتكر احنا يعني نبدا بال بالتوعيه والتنوير من الان يعني قبل ما ننتج احنا بننتج يعني عده محاصيل ونستطيع إن ندخل محاصيل صادر جديده يعني محاصيل غير غير الموجوده الان يعني غير السمسم اللي احنا يعني معروفين به على مستوى العالم وغير الذره اللي الان يعني بملايين الاطنان تحت الارض وغير المحاصيل الثانيه العباد القطن غيره وغيره يعني ممكن ندخل يعني بقول لي الصيفيه مطلوبه الان في الاسواق الـ الـ الخارجيه وممكن نبدا من الان يعني تدريب للعاملين وانا عرفت انه احنا في سوق في سوق المحاصيل عندنا كادر كان تدرب يعني من من سنوات من ونعيد و نشطه ونعيده وبعد ذاك نتصل بشركاء المساله دي عندنا البنك الزراعي عندنا شركات الاتصالات عندنا المصدرين عندنا المنتجين كلنا بنعمل يعني نماهيد ولما المحاصيل تنتج المزارع يكون ملم بالمسألة التاجر الكذ كل, كل واحد من شركاء الانتاج يكون بدوره ونفتكر المسألة دي ممكن تتعمل وإحنا فعلا متحمسين لها لأنه انتاجنا أعلى من انتاج إخواننا هنا في في أسيوبيا إذا كان ولاية القضاري بس ممكن تنتج أكثر من المتداول الآن في في البورصة فإحنا يعني مؤهلين يعني نعمل شغل بصورة كويسة جدا بإذن الله تعالى داخل مخازن المحاصيل والتابعة للبورصة أو بورصة المحاصيل بأديس أبابا، أسعد كثيرًا أن يكون معي الأستاذ صلاح حسن مدير عام البنك الزراعي السوداني. أستاذ صلاح نحن ممكن نقول نحن في ملعبك الآن في مخازن المحاصيل والتابعة للبورصة. يمكن أنت تابعت المراحل المختلفة للمحاصيل المحاصيل من قدومها للفحص الأولي للفحوصات الكثيرة جدًا التي يمر عبر المحاصيل ثم في النهاية استلام صك او ما يثبت براءة هذه المحاصيل، حدثنا عن مدى الفائده من كذا من هذا برنامج خصوصا انه يتبع لبورصه يمكن ان تشكل كثير جدا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه, والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقه هي دي جزء من الملعب وليس كل الملعب الذي يقوم به البنك الزراعي السوداني في المساله بتاعت تخزين المحاصيل وفحصها. نحن حقيقه عندنا نفس الشغل المجامل. طبعا هذه زياره التي نقوم بها كوفت من جمهورية السودان لدولة أثيوبيا الشقيقة حتى نطلع على تجربتهم في عملية تسويق المحاصيل هم حقيقة غننوا هذا هذه العملية بما يعرف بالبورصة اللي هي بتمكن يعني ببساطة شديدة هي التي تمكن صغار المنتجين وكل درجات من صغار المنتجين لأكبر المنتجين للاطلاع على الأسعار المحليه والاسعار العالميه لمحاصيلهم التي يقوموا بانتاجها وبالتالي سيجنون ثمار هذه المعلومه بانه تكون هنالك فائده يعني كانت كبيره تذهب الى اخرين ولي وليس وليست للمنتج بذا نحن يمكن في كثير من المراحل دي بنجد انه نحن في السودان عندنا يعني أنا عندي في الصومعة يعني تجي يجي الطرق مساز على أمامنا دي بيجوا بنفحص وعندنا معامل يمكن أكثر حداثة عن هذه المعامل يعني أنا أقول صراحة ويتم الاستخراج في إيصال تبرى هذا المحصول كان فيه مواد غير يعني مطابقه للمو... هذا المحصول هل هو مطابق للمواصفات او غير مطابق للمواصفات وكل الاجراءات التي شرحت امامنا نحن نقوم بذلك بل اكثر ايضا انه هذه التجربه يعني بس انه نحن في السودان يعني بنتعامل مع ثلاثه محاصيل رئيسه او حقيقه محصولين الان اللي هو والسمسم لكن هنا التجربه الاسلوبيه هنالك اكثر من سبعه محاصيل يتعاملون بها عبر عبر البورصه وهم ايضا ذكروا بانهم لو يعني قاموا ببناء مخازن مبرده سيدخلون حتى الخضروات في عمليه البورصه ويمكن هذه التجربة يمكن أن نستفيد منها وننقلها في السودان لأنه نحن حنمر في المرحلة القادمة إن شاء الله سنتوسع عبر البرنامج المشروع القومي للبستن والإنتاج الحيواني يجب أن نستصحب عملية البورصة لأن المحاصيل التي ستنتج عبر هذا المشروع ستكون لها ارتباط وثيق وكبير جداً بالاسواق العالميه وبالتالي الاسعار العالميه يجب ان تنعكس على المنتج وليس على الوسيط حتى يستفيد المنتج ونشجع المنتجين للتوسع في انتاج المحاصيل المختلفه شكرا جزيلا سعداء جدا ان نلتقيكم مجددا مشاهدينا الكرام ونحن في العاصمه الاثيوبيه اديس ابو في هذه الرحله الاقتصاديه آه والتي نجول حول البورصه الاثيوبيه للمحاصيل والسلع. آه الان في أو في معيتنا معنا احد المؤسسين والمدراء للبورصة الإثيوبية التي تسمى ECX وهي اختصار لإثيوبيا كوميديتي إكسشينج مرحبا بك السيد سلمون إيدوسا أنا سعيد جدا بإجراء هذا What الحوار can... معك عبر قناة okay. سودانية 24 السؤال الأول سيد سلمون إيدوسا كيف تم إنشاء سوق تبادل السلع الإثيوبي أو البورصة الإثيوبية؟ السؤال الثاني ما هي المراحل التي مرت بها؟ Uh, question number three, how والسؤال السؤال الثالث <applause> كيف تسهم البورصة في نمو اقتصاد؟ um, البلد؟ Actually, let me try to make this simple. دعني أحاول تبسيط الأمر تخيل أن هنالك مزارع يسكن على بعد ألف ميل من العاصمة حيث تباع السلع التي يحصدها هذا هذا المزارع لا يستطيع ان يذهب اكثر من عشر او خمسه عشر ميل لبيع سلعته وبالتالي لا يستطيع الوصول الى السوق الرسمي في بلده ناهيك عن الاسواق العالميه البورصه تتيح الفرصه للمزارع ان يدخل الاسواق المحليه والاقليميه والعالميه كذلك يتم نشر المعلومات في المزارع في القريه حتى اذا لم يصل الى العاصمه يدرك السعر الحقيقي لسلعته وهذا عادل ومنصف هنالك جانب مهم اخر للبورصه وهو ان في الدول الناميه يوجد الكثير يوجد الكثير من التخلف في استيفاء العقود يعني مثلا ياخذ المزارع الشيك مقابل حصاده الذي عمل عليه لمده عام لمده عام كامل وهذا ولكن هذا الشيك بدون قيمه. البورصه قامت بحل هذه المشكله بايجاد ضمانات للبائع والمشتري بايصال المال للبائع ونقل سند الملكيه للمشتري. كذلك البورصه تعالج هذه البورصه تعالج المشاكل التي توجد في عالم الاسواق بنشر المعلومات الصحيحة والتي لا تفيد المزارع المحلي وحده فقط، ولكن ربما ايضا انها قد تفيد المشتري العالمي عبر توفير الرؤية الشفافية في التعامل في التعامل التجاري والاسعار والحقائق المتعلقة بالسوق. هذا هذا يعني ان معالجة هذه القضايا هو أول هو السبب, هو السبب إنشاء البورصة الأثيوبية للمحاصيل. طبعا عندما ننشئ هذا التبادل أو البورصة ندخل في البلد أو ندخل, ندخل في البلد طرق جديدة للتعامل التجاري. السلع التي تباع في التبادل هي القهوة السمسم والبازلاء الفاصوليا والاشياء الاخرى نهدف ان نخطو تدريجيا ونرى التجار قريبا يستعملون الانترنت بدلا عن التجاره المفرو... التقليديه فهذا العمل دائم التطور وستكون هناك فرص ومبادرات جديده تظهر على الساحه منذ انشاء هذه البورصه في العام 2008 و2008 وصلت قيمه التعامل التجاري حوالي 7 مليار دولار حينها نرى ان نرى ان التبادل يساهم في اقتصاد البلد فيحدث التطور في البنوك والمعاملات المصرفيه مثلا فمثلا قبل انشاء البورصه لم يكن هنالك نظام للدفع المركزي اما الان فهنالك نظام كبير جدا نظام كبير كهذا ليست الفائدة فقط في التحسن في الكهرباء أو الاتصالات ولكن أيضا التحسن للمزارع الذي يبيع سلعته ويأخذ القيمة القيمة الصحيحة ويستفيد هو والقرية أو قريته أو المنطقة أيضا عندما عندما تكون هنالك مخازن ومراكز وخدمة توصيل للبورصة، هذا يسهل في النواحي اللوجستيك اللوجستية والمالية وعملية تحصيل الضرائب لوزارة المالية وجمع المعلومات المالية. قرأت دراسة منذ عامين أن هنالك خمس دول أفريقية لديها تبادل السلع واثنان أو ثلاث منهم ذات قيمة ذات قيمة نقدية كبيرة. توجد دول في القاره الافريقيه لديها فكره انشاء بورصه واتوقع انه سنرى في المستقبل دولا اخرى تنشئ بورصات ويتم دمج هذه الاجهزه كما يتم الان في اوروبا لان الحوجه لها موجوده بصوره كبيره أعتقد ذلك، نعم أن إنشاء بورصة مثل ما تم هنا في إثيوبيا مع التخصيصات التي تناسب السوق في السودان يمكن أن تشكل نجاحا كبيرا يجب أن يتواجد التخطيط والتصميم والتطبيق السليم مع الدعم والمثابرة من جميع الجهات الفاعلة وتعيد من الحكومة لأن ذلك مهم جدا في في تكامل النجاح ومما لا شك فيه أن السودان يتمتع بالموارد والمقومات التي تستطيع إمداد البورصة بما تحتاجه من التعاملات التجاريه وبالتالي ستكون فرصه النجاح كبيره اذا متابعينا عبر القناه السودانيه 24 كما تابعتم قبل قليل توقيع مذكره التفاهم بين التحالف الرباعي الذي كما اسماه مولانا احمد محمد هارون والي شمال كردفان وبين ولايه القضارف ورئيس غرفه المصدرين الاستاذ وجدي مرغني والبنك الزراعي السوداني مع البورصه الاثيوبيه لتطوير البورصه في السودان وولايتي خصوصا شمال كردفان والقضارف والتي كما يعرف انها إحدى أكبر الولايات في السودان إنتاجا للمحاصيل والغلال. أسعد كثيرا أن يكون معي مولانا أحمد محمد هارون والي شمال كردفان. مولانا أول شيء مبروك هذا الإنجاز الكبير جدا الذي أنجز خلال يومين فقط بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبإنجاز كبير منكم أنتم أيضا. مبروك ويا تطلعنا على مذكرة التفاهم وما تحويه هذه المذكرة. هذا اتفاق مهم جدا من شأنه انه يحدث التأثير الايجابي في سبل كسب العيش واقتصاديات الملايين من المزارعين والتجار وكل المرتبطين بعملية الانتاج والتسويق لمنتجاتنا الزراعية لأنه ببساطة بيوفر فرص تسويق أفضل لهم بيدي قيم حقيقيه لعرقهم ولجهدهم بيفتح فرص حقيقيه لقطاعنا التجاري في انه يقدر يسوق هذه السلع بشكل افضل لما الحكومه تتكلم عن ترغيه سبل كسب العيش يهودا واحده من الادوات المهمه جدا التي بتنعكس مباشره على هذا القطاع العريض من سلسلة العملية الانتاجية ما كفاية فقط إنه نزيد الانتاج لكن التحدي أنه نجد أسعار أفضل أه نجد تسويق أه متسم بالكفاءة خلال يومين وقفنا على تجربة أه أثيوبيا في بورصة المحاصيل صحيح لدينا تجربة أه عريقة جدا في الأبيض والقضارف قائمة على فكرة أسواق المحاصيل ولكن شأنها شأن كل الأشياء في الدنيا تتطور الأشياء والعالم يشهد نمو وتطور متسارع في علاقاته خاصة العلاقات التجارية العولمة في واحدة من تجلياتها هي حركة سلع وبضايع ومعلومات ونحن الآن في واحدة من مجالاتها المهمة عشان كده لما نشوف مزارعنا القاعد في ام صميمه وفي مجمط وفي كل اصغع كردفان وفي بندقيه هو قادر يتواصل وقادر يعرف حقه وين انا افتكر انه دي جوهر عمليه هذا الاتفاق نحن نشكر الاخ ودي رئيس اتحاد المصدرين اللي اثبت نموذج وطني متفرد من خلال توفيره ويتحت لهذه الفرصه وزي ما قالوا شق الديار علم ودي الشراكات اللي نحب نطمح لها ما بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص تتكامل الجهود مع بعض عشان ما توفر للوطن أفضل الفرص وعشان ما توفر للوطن أفضل المجالات ان شاء الله التحالف الرباعي شمال كردفان القضاري في اتحاد المصدرين البنك الزراعي يبذل كل الجهود الضروريه ناحيه انجاح هذا العمل وقطع شك من بشريات هذا الاتفاق والشيء بيدفع برياح جديده في أشريعته مباركه السيد رئيس الجمهوريه بالامس مساء لهذا العمل وتثمين وتشجيع لهذه المبادره علاوة على اهتمام نائبيه وقد اطلعناهما قبل وصولنا هنا على ذلك والملاحقة المستمرة للأخ وزير المالية بدر الدين ونحن نشكره على ضرورة التحديث في هذا المجال وضرورة انتقال العمل من أسواق المحاصيل إلى بورصات المحاصيل ونقول له بدر الدين أن احنا فعلنا الحمد آه بنقول لك مبروك استاذ وجدي هذا الانجاز الكبير جدا والذي باركه السيد رئيس الجمهوريه مساء الامس آه لتوقيع هذه المذكره آه نتوقع في مقبل الايام بشريات جديده آه يا ريت تطلعنا عليها. آه شكرا جزيلا آه لقناه اس آه 24 ونشكرهم على الحضور معنا في الزياره دي حقيقه ما تم توقيعه هو خطوه عمليه لمسألة التحول الأسواق التقليدية في كل من ولاية القضارف وشمال كردفان أو اللبيط من أسواق تقليدية إلى أسواق حديثة هي كما تعرف بالبورصة وهذه عندها يعني حقيقة فوائد كثيرة جدا بتنعكس أولا على زيادة العائد للمنتجين. وعكس الأسعار العالمية على كل الإنتاج والمنتجين وهذا من جانب من جانب آخر لها أيضا مزايا في الأسواق العالمية حيث تعكس الأسواق الحركة وهذا متوقع أن يكون عليه زيادة في الأسعار العالمية وزيادة في حجم التداول في كل البورستين هذا بالإضافة إلى الفوائد الأخرى مثل المساله بتاعه النوعيه والدقه فيها والنظم والاستفاده كثير جدا من ثوره الاتصالات والمعلومات السودان حقق فيها كثير جدا من التقدم باليوم تم التوقيع ونتوقع ان يكون هناك بدايه عمليه لتنفيذ المشروع يوم 22 اغسطس ونتوقع أن الفتره التنفيذيه والتصميميه هتأخذ حوالي سته لسبع شهور تكون فيها البدايه الفعليه. نتوقع انه يعني التجربه دي حتنجح خاصه لأن هناك التزام كامل من قبل الولايتين حكومه الولايتين واصرار وعزيمه على تطوير الاسواق الموجوده بالولايات. وهذا جزء مكمل للجهود المبذوله في كل الولايتين كان بنيه داخليه او تحريك المسائل الانتاجية انا اعتقد الجزئيه بتاعت التسويق هي جزئيه مكمله ومهمه جدا في الحلقه الانتاجيه. نتوقع ان يكون هناك تحول او انتقال التجربه لبقيه الولايات وكذلك لبقية السلع الصادرات السودانية ونحن حقيقة ده خلانا نحن نشترك في هذه الرحلة إنه كغرفة مصدرين بنتأثر تأثير مباشر بتنظيم الأسواق بالمسألة بتاعة جودة البضايع المنتجة وخاصة هناك نظام في تم التوقيع عليه هو المتابعه اللصيقه لكل الصادرات منذ اللحظه الاولى في التجهيزات الى ان تصل للاسواق العالميه وهذا جزء من الاتفاق وجزء من التحول الذي سوف يتم وهذا حيحل اشكاليات كبيره جدا بتظهر لنا نحن كمصدرين. دي خطوه عظيمه ونحن حقيقه سعيدين جدا انه الساده الولاء التزموا واقتنعوا ووقعوا وان شاء الله نتوقع منهم التنفيذ وأعتقد انها هذه مرحله تاريخيه جدا ومهمه في تاريخ الاقتصاد السوداني وله ما له يعني فيما بعد طيب استاذ وجدي يعني بما انك صاحب هذه المبادره اخترتم الجارة أو الشقيقة إثيوبيا لمعرفة الخبرات اللي اكتسبوها في البورصة الإثيوبية لنقلها للسودان نحن بس عايز نسألك سؤال موسع أكبر شوية هل ممكن أن تكون هنالك تبادل واستفادات أكبر وفي أو مجالات أوسع وأخرى غير البورصة بين السودان وإثيوبيا طبعا هو وجود الجوار بحتم انه يكون في علاقات اقتصاديه واسعه ووجود اتفاقيات بين السودان واثيوبيا فيها كثير جدا من الجوانب خاصه الجانب الاقتصادي وفيها تعريفة صفرية بين الدولتين واعتقد هناك الاهم من ذلك كلا النظامين أو القيادات حريصة تماما على تنمية العلاقات الاقتصادية وأنها يصلوا لمرحلة متكاملة في كل النواحي السياسية والاقتصادية فالفرص بيننا وبين إثيوبيا كبيرة ومغطية بكل الاتفاقيات استاذ وجدي شكرا جزيلا لك وما مبروك لكم انتم بس ولا لولايه شمال الكردفان ولا ولايه القضارف ولا البنك الزراعي بل مبروك لكل السودان لانه عمل زي ده سياتي اكله للسودان جميعا باذن الله. ان شاء الله هو احنا حقيقه نسعى له ونتمنى التوفيق لكل الاطراف. ختام هذه الرحلة الجميلة والرائعة للزهرة الجديدة مدينة اديس ابابا العاصمة الاثيوبية زيارة كانت امتدت ليومين مع وفد بقيادة رئيس اتحاد المصدرين السودانيين الاستاذ وجدي مرغني ووالي شمال كردفان ووالي القضارف ومدير عام البنك الزراعي السوداني هذا التحالف الذي كما اسماه مولانا احمد محمد هارون الذي وقع كما تابعتم قبل قليل هذا العقد او المذكرة التفاهم والتي من خلالها سيتم باذن الله تعالى انشاء هذه البورصه بالسودان بورصه المحاصيل وباذن الله تعالى ستحدث كما ذكر ايضا الاستاذ وجي مرغني حراكا اقتصاديا واسعا جدا. في الختام نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق السودان ويوفق هذا العمل الكبير جدا لرفعه الاقتصاد السوداني كنا معكم كنا هناك كنا في العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا من خلال برنامج كنا هناك اتمنى ان تكونوا قد استمتعتم معنا الى اللقاء